فهاديك شوف هاديك هاديوس وما باركش شادو خايبين بغى يلوح لي فاخوتي تبارك الله وما شاء الله هنايا شحال لقينا من بكرا هنا عاوتاني دابا وقت المفاجاه السير اوكي السلام عليكم ساس لوس أفردوس. مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي فيديو مفاجاه اليوم غنديروا مفاجاه لمنا هشام يونس علاش سيدي غنديروا المفاجاه حيت اخيرا غادي يتزوج اخيرا عنده العرس خوتي الا بغيتو نصور لكم العرس كامل وصلوا هذا الفيديو شحال 50000 لايك صافي 50000 سهله وكتبوا في كومنتيرات مبروك ليونس خوتي غيدوز عرس حمق ان شاء الله ضروري شنو هو البلان كما قريتو في عنوان التصويره غادي نشري ليه بقره بقره ولا عجل هو ما فراسو ميتال سيمانه ملي جيت للقلميم حيت هاد المقدمه راه كنصورها مورا العيد اخوتي ملي جيت للقلميم وانا تنقلب وصورت دوك الاحداث كاملين وديك المغامره اجي تعيشوها معانا بدا وعاد ديك الساعه غنعيطوا للسيونس وغنديوه نوريوه البقره اللي شرينا ليه يلا اخوتي لايك سبسكرايب فعلوا جرس باش يوصلكم اي جديد يلا تعيشوا معانا المغامره ويلي 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 متحمس خوتي قبل ما نكملوا الفيديو وجبت لكم واحد الهمزه واحد الهوته نتوما اش كتعرفوا على اخوكم العزاوي شوفوا في الديسكريبشن غتلقاو الانستغرام ديال واحد الدري سميتو حمزه حمزه هاد السميه هادي عقلوا عليها مزيان لحقاش غتبدل بزاف ديال الحوايج في حياتكم خصوصا ماديا ها انت اخي حمزه 215 ديال البينيفيس ديبو ديال 800 يورو في 15 جور والله يرحمك الوالدين الله يخلي لك ميمتك والله يخلي لنا ام ديالنا وكيف ما كتعرفوا دابا صيف صيف اشنو خاصو غير شي صيف ندخلوا المعقول حمزه ديال جروب في اي بي كيتعلموا فيه الناس كيفاش يربحوا من الانترنت خصوصا في الدومين ديال تداول في العملات وانتم عارفين بلي هاد الدومين مفرقع ما فيهش الضحك اللي دخل ليه كتلقاه دغيا كيدير طالوبيلته وكيدير دارو وكيدير العاقه ديال بصح واللي عجبني كثر كاع صراحه قلت مع راسي وداك النهار فاش انونسيتي بان صافي سالينا لي تريد وبعطيك اوبورتونيتي وكان بامكانك زعما دير غير راسك دير تريد غير راسك نتايا ولا كونت ديالك في اي بي اللي كتجيري ولكن واخا بارطاجيتي التريد مع كوتشي شكرا بزاف على كل شيء والله يرحمك الوالدين هذا ما كان اخويا ولكن بزاف كيبغيو يدخلوا ليه وما كيكونوش عارفين حتى شي حاجه في داك الطومين هذا الشيء اللي جاب لكم حمزه اول حاجه ملي غتدخلوا للجروب في اي بي شنو غتلقاو غتلقاو حمزه كيحط لكم صفقات اللي ناجحين اون فوا غادي ديروا بحالو غادي تربحوا فلوس هذه سهله ثاني حاجه محدكم في داك الجروب هو غيبقى معكم من البدايه ملي تفتحوا الكونت حتى توصلوا بالفلوس ديالكم في البنكه غيوريكم دقه بدقه سلام خويا حمزه صباح لاباس عليك كلشي بخير شكرا بزاف بزاف اخويا الله يخطيك شكرا 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 راه خليني ما نشكر راه بزاف دابا شنو بقى اخوتي بلان ساهل هو انكم تدخلوا عندو الانستغرام وديروا ليه فولو علاش غديروا فولو حيت تما غتاخذوا معلومات اكثر هذه الحاجه الاولى وثاني حاجه حيت انا وياه درنا واحد المسابقه واللي غير ربح فيها واحد منكم غندخلوه للجروب في اي بي فابور ما يخلص والو واصلا ملي كتخلص في الجروب في اي بي اي باك اختاريتي وخلصتيه دير في بالك بلا في اقل مده غترجع فلوسك بالدوبل عشرات المرات سيروا ديروا ليه فولو باش نختاروا واحد منكم يربح وتعلموا شي حاجه جديده ودخلوهم صرف يلا كملوا الفيديو اما خوتي في اطار التقلاب كتشوفوا هذا الخير هذا تبارك الله قرب لها محمد ما تخاف انا خايف شحال من شي طور انا ما كنخاف من الطور هذه جينا مع واحد القزار اخوتي اش قال لنا قال لنا هذه شراها المحل ديالو هو باش يذبحها المحل ولكن الا بغيتوها حيت ما لقيناش راه غيتفاهم معنا في الثمن عرفتي شحال قال لنا اخوتي 12000 درهم باش شراه هو مليون و20 مليون و20 11000 درهم ويلي ويلي ولكن هذه بلجيكيه ياك بلجيكيه هذه بلجيكيه قال لك نعم اسيدي كتكون تكون الحمد تبارك قرب زكريا ولا غير الهضره لا غير الهضره قرب المليح قيس زكريا يلا ما تخافش اش اش كيقول لك شي مليح الله تبارك الله يعطيك عليا ما تخافش مشي خويا بابا مشي الصنداره اخويا المهم خوتي راه هذه قال لك كتكون كلها الحمش تبارك الله تكون كتبان عرفتي راه ما يمكنش اللهم بارك كتبان لك البقره من هنا ياك من هذا الجناب ياك امريكا اللهم بارك شو هادو خايبين بغا يلوح لي المهم حنا خوتي مازال تنقلبوا هذه هو براسو ملي قلنا لي العدد ديال الناس اللي غادي يكونوا ياك محمد اه قال لنا بزاف حيت فيها تقريبا قريبة 180 كيلو هادي ديال شي قاعة يكون فيها شي 400 واحد 100000 راه هو غير هشام فندق هادي غرض بوحدو لا الراس هشام نعطيو الراس المهم المحاولة الأولى أخوتي كنقولوا ما سخرش فيها الله ولكن هاد الشيء راه اللهم بارك اللهم بارك صراحة شنو معاك قلتي هشام وأنت نقول لما أنت تشبه أو هشام مو هشام أو المهم المرحلة الثانية هو جينا عند واحد السيد هنا عنده فيرما أخوتي برا المدينة وتزاد لينا السيوس دخل السيوس دخل السيوس دابا شوف المهمة ديالكم عرفتي شنو هي قدام هاد البقرة
هو جبدوا لي اسمن وحده. اسكت هذا ما جبدوه. كيفاش دير تجبد اسمن وحده؟ هذا عليا اسمن. بلاتي نبداو بك انت الاول محمد باش غتعرف اسمن وحده في هادو باش نتفاهموا. شوف غير من بعيد انا نرجع للور غنشوف. غير من بعيد نضيق. يلا سير بين ليا. صاد انا بلاتي زيد زيد. هذا بالي شوف عندي هذه هي الاولى. لا لا وبانت لي تاجي سمينه. هاك كتبنيت هذاك واقيلا عجله ماشي عجله. ويلي ممكن ما ايوا يخليك تما حنا بغينا عجله كلشي ممكن يعني هادو واخا العجلات شكون المهم تيبان انا بانت لي هادي 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 اللي سمينا ودابا نعيط للسيد باش واش مع الطقم سير زكريا انا الريحه الريحه مربي معاهم كبر معاهم هادي اش كاين ايه تخيل معايا تجي كترجع للور وتدخل في شي راس الحمر ابراهيم نعم نعم شبالك شبالك قلب ليها فمه واش ثنيه ولا سني سني هادي سني يوسف نوبتك نوبتك انت يلا يوسف شنو وحدك انت يا زكريا انا قلت هادي هادي شميتي ريحتها يلا بين لي يوسف انا شوف 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 عندك انا موالف هما هادي يلا سير بينا يوسف سير يلا زيد دابا يوسف انت مقدر مترين غتعرف اللي مترينيا سير هذيك خوافه هذيك شوف هادي هادي يوسف الله يلا خلعتني بالله يلا خلعتني تبارك الله اخوتي المهم غنهضروا مع السيد نشوفوا اش اللي سمينا باش نهضروا معاه تي جيت المحل انايا نولي نبيع ونشري الحلويات شويتي انت خاصك مولاه جامده مولاه جامده بلاتي شوف اخويا واحد نص كاش فرماج كاين كاين واحد الحاجه احسن من مولاه شنو هي الساني كروا شوف غضربوا غتولي تدور ليك الكروا انت شنو باغي بغيت تشيب مزيان حطك شي حط التشيبس الوليدات الصغار حيد خويا بغيت كارنيت الكريدي ما بقيناش كنديرو الكريدي الكريدي خرج علينا واش شنو خاصك شنو خاصك كشكوا ديال الحليب واخا جوج جوج خاصك جوج يلاه يقدو يلا زيد هاد بوربيل ما حاش ديال سير هاك شوفي هادي اليوم ما غاديش تقيد على حسابي هاك سيري يلا الله يسهل بصحه سيري ما تحشميش بغيتي انت اجي انت هاك مصاصه خذ اليوم نسيب واش ندير عليه هاك مصاصه صحه والراحه حنا ابراهيم انتم واش خاصكم وانا عطيني هادي صلي كوا دور معاك لا 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 حبك حبك نوريكم الصرف ديال النسيب بلاتي نوريكم اي حاجه تمجبده الصرف اخوتي ديال النسيب هذا المحل ديال بين مراتي ديال التيسان حتى بغيت نسرع ما يورينا نضرب لي الصرف في السماء بقينا هنا نضرب لك انا شي حاجه اخرى اييه وقت المعقول اخوتي علاش قلنا لهشام فتح لينا المحل واخا كان مسدود اليوم على قبل الفريكو حيت الوقيته اللي كنا كنمشيو نقلبوا في الفيرمات وفي السواق عرفتي على البقر عرقنا داكشي علاش شنو كنشوفوا انا شوف 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 شحال ديال المناظر اش هذا مال هذا مول الحانوت علي مول الحانوت علي مول الحانوت ويلي 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 علي مول الحانوت فيا يا خوتي الدراري ديو ديو الدراري صافي بركه لا جوج مازال اليوم نصيبي انا عارف بلي غتكون ندمتي علاش عطيتيني بنتك ابراهيم نعم الدراري شحال ما دوشتو لا لا تما ما بغيتيش ندوش انت واه بغينا ندوش سكر سكر ندو خاصك سكر لا بركه الله صافي بركه صاحبي هادشي بركه نتوما اخوتي انضم لينا عاوتاني السي حسن في اطار كنقلبوا على العجله للسي يونس ولقينا هذا الخير شوفوا تبارك الله اللهم بارك دابا استنتجنا في الاخر ان خصنا شي حاجه في الوزن ديالها شحال تقريبا زكريا ما بين 80 حتى 100 كيلو ماشي ضروري تكون كبيره ولا صغيره لحقاش على حساب الناس اللي غيجيو غير شي 100 واحد اش بان لك شوف تبارك الله الخير اللهم بارك والله كاين الخير كاين الحولي حيد من تما حيد هذيك ما بغاتش تجي جهتنا مالها خايفه كتخاف زوين المهم اخوتي دابا هذه لقيناها عاوتاني غنشوفوا شحال غيدير معنا في الثمن ونوضحوا لكم كاين عاوتاني هذه انت ماشي البيع واقيله البيع ولكن غاليه يعني البيع هذه هذه كبيره ياك ولا النوع ديالها النوع هذه هذه اخوتي قال لنا على الاقل فيها 130 كيلو غتكون دايره شي 190 الف ريال 180 بحال هكا ولكن تبارك الله ما تخافش ما تخافش غادي نهضروا مع السيد على هذه انت واحد الحاجه مكه البلان هو اننا واقيلا غنديو هذيك عرفتي علاش جباتني جايين زرات على هادو كاملين جرت عليهم كاملين حشاتهم في هذا القنت هذا وبقات هي شاده ستون هنا بوحدها اجي انت غنبقى بين ما كتبه ليكم لمن هشام ديما كنقولها كنشوفوا شي بقره تبارك الله هذه اخوتي مليحه تبارك الله مليحه هذه تقد تكون 100 كيلو ياك فاخوتي تبارك الله وما شاء الله هنايا شحال لقينا من بقره ها البقره كبيره ها البقره صغيره ها الموين هذا كوري يا اخوتي ولكن اغلب داكشي اللي كاين فيه اما مبيوع يا اما ماشي بداك الوزن اللي بغينا هادو كبار بزاف هادو راه الا كنتي عارض على شي 300 واحد ولا ما عرفت شحال حيت القليله تتلقى وحده بحال هذيك فيها شي 200 كيلو ياك قدامك تبارك الله تيران كي
دير روح المال. شوف كساف اشوف الله يسخر ليكم الله يسخر اش غير اجي يكون كساف والعذاب اخوتي. شوف الناس اللي خدامين هنا راه تبارك الله خوتي والله يتزا يا مغامره عايشين اليوم حيت مشينا لبزاف ديال البلايص بعاد على مدينتنا اللي هي كلميم ب 10 كيلومتر 15 كيلومتر. انا نبلاصي ونوريكم الطوموبيله بحال اش ولات الله يتا العرب اخوتي حيت دوك الفيرمات كلهم بعاد. اش غنوريكم الطوموبيله شوف 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 كاملة عمرات بالطراف شو كي ولا شتي راه قلت لك ما يمكن صرا الهرب اخوتي ديال بصح مسكينة مكة عززتي لداخل لداخل كاينة الكبرى اخوتي شوف 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 هنا تتهز الغبرة تدير بحال هكا كتلقى الغبرة شتيها ما يمكنش خويا راه تخنق اش كتخنق من الغبرة احسن عوان الناس اللي خدامين في الفيرمات وكيدوزو في الطريق احسن عوانكم الله يحسن الناس كيشدو بيكتشر في باتاس واخا كيضربو تما خوتي بغيت نقول لكم واحد الحاجه الصوت مشى بعدا سابعين بحال راكم عارفين اش كاين دابا البراند ديال هذا الفيديو هو انه تصور في سيمانه من نهار جيت لكلميم سيمانه وحنا كل نهار كنمشيو للبلاصه باش كنقلبوا على العجله وهذه اخر بلاصه جينا ليها وعلى الله نلقاو فيها داكشي اللي بغينا هذيك بحال اش كتشوف فيك هكا يا ربي السلام فراسك بعدا واحد البلان بعدا هنايا في السوق حتى لا ما عجبتك شي حاجه راه هادو اللي جابوا هاد العجلات هادو راه كيكون عندهم في الفيرمات داكشي اللي غتبغي نتايا المشكلة لقينا كلشي كبير ما لقيناش داكشي الصغير اللي على قد 100 واحد ويلي ويلي تبارك الله ثقيلة صافي اش تبريد شو تبارك الله وكاينين شي وحدين قدنا في الطولة قدام هكا هذا طول مني خفت يركني لا لا ما تقربش ليها هذيك بقرة هذيك بقرة هذيك بقرة هذيك بقرة هذيك ما صلحاش لينا داكشي اللي كنقلبوا عليه بقرة كتكون والدة فهمتي حيت اللي راه يضربك خويا حتى انت والد حتى انت والد لا يا خوتي دابا تنتفاهموا مع مول هذا الخير هذا حيت تقريبا بهذا الحجم هذا بغينا هذه راه يكون فيها اكثر كاع من 100 كيلو واقيلا ياك غتكون اكثر من 100 كيلو حنا بغينا شي حاجه ديك 90 كيلو بحال هكاك هادو دابا كوبل هادو كيفاش كوبل مع مراه صغير ولا اما هو مراته اما هو ولده ولا مراته كل ربع دا فيها بشكل سي هادي فيها لون قهوي كيفان ستيل ديال هرمان بقار هولندا خوتي غير موجود هذاك اللي عنده هذيك الصغيره ولا نتفاهموا معاه على وحده اخرى وسي العريس جا علاش علاش ما بغيتوش تكون طوموبيلتي لا 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 شوف دابا حنا غادي نجيبوا لك الذبيحه داكشي اللي غاتذبح في العرس ديالك ما نعرف واش حولي ولا دجاجه ولا فكرون ولا قنيه الله ما نقول لك شنو المهم اللي تبريش ولا شي برانك خليني شوف انت دابا عرفتك مستريسي والعرس وداك الشيء ولكن نقول لك واحد الحاجه المهم الذبيحه ياك شنو هي الذبيحه يلاه تشوفها في الفيلم يلاه صافي انا متوقع مشينا انا عارف يلاه السي يونس العريس ديالنا عاوتاني عاوتاني دابا وقت المفاجاه السي العريس هو العريس مبروك اسيدي راه يكونوا كتبوها لك في الكومنتيرات كتجري في المقدمه يلاه زيد تفضل تفضل السي سي العريس بان لي فرحان من برا من داخل اصلا شنو شدينا لي حنايا العرس زيد زيد تفضل زيد اصاحبي مالك مخلوع ما تخافش اصاحبي زيد 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 مرحبا يلاه با عزوز شوف جا معنا با عزوز با عزوز راه عارف شنو خدينا للعريس ياك با عزوز ما نقولوهاش ليا اي حول اجي تشوف اجي تشوف السي يونس شد بحال هكا ها انا براش اجي السي توقع لك الحول اللي هزلتي يلا شوف خدينا لك ذبيحه من هنا ولكن شنو هي الذبيحه الله اعلم يلا توقع لي السي يونس غا من هنا شير غا من هنا انت شير غا من هنا كيقلب على الخروف اخوتي امشي نجيبو لك انا نوريك لا لا اريح هيشه ما خليه هو يختار هو راه عارف هو يلا يونس وريني شنو خدينا لك هذاك شوف يونس انت يا تستاهل هذاك هذاك هو اللي بان لك اكبر واحد تما ولكن حنا ما شديناش ليك هذاك اجي حدايا هنا نوريك شنو شدينا زيد اجي يا صاحبي والله ما كنضحك معاك اجي اجي وقف هنا وقف هنا وقف هنا باش تشوف على خاطر شوف 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 داكشي اللي شدينا ليك اصلا ما كاينش لهنا كاين هنا شدينا ليك اسيدي بقره والله ما شي مقلب والله الا شدينا ليك والله الا شدينا ليك بقره ومتي قسم عرفت نعم اخويا قال لك السيد دابا المعقول شدينا لك عجله ها هي هاد صغير وانت تستاهل كبيره ولكن انت عارض غير على 100 واحد صافي صافي اش كي جاتك الفكره ديال البقره المهم ما عرفتش ما نقول اصبر فاش اخوتي عنقيني اجي عنقها كي جاتك لا والله الا واعر انا ما كنفهمش فيهم ولكن ونزيد وشكرها لي يعني انت ما جايب الدنيا اخبار بوحدك اللي ما سايق الاخبار اجي نشوف فين غادي يلا كتحدى قرب ليها كتحدى قيسها يلا قيسها والله ما تخاف ظريفه صاحبي ظريفه سير يونس اليونس زعما اليونس شكي قبا يقلبها المهم كي جاتك مفاجاه زوينه لا لا والله المفاجاه واعره زعما داكشي زوين الله يكرمك هرب هرب اخوتي اللهم امين زعما كي جاتك با زوز زوينه ياك من نشوفها كتبان لك زوين والله زوينه والعريس خرفان ياك تبارك الله فيها يكون فيها اللحم فيها شي 100 كيلو
الله يبارك بارك جد. يلا اخوتي كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، مازال غنصور لكم الاجواء ديال العرس كاملين تشوفوا ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، وبعزز الله لايك. يلا الله يعاونكم اخوتي الجايه.